شو هن الحيوانات؟ مثلا هون عنا فيل، عنا دب، عنا غزال، عنا خروف، نمر، سلحفاة، وأفعى، وأرنب، وفي كتير حيوانات نحنا منعرفها. هلأ رح نتعرف على بعض الحيوانات وأسماءها باللغة الإنجليزية. Number one, listen and repeat. استمع وأعد، يعني أعيدوا وراي الكلمات اللي رح ألكن إياها. أول حيوان رح نتعرف عليه هو البقرة. شو يعني بقرة؟ cow. cow يعني بقرة. الحيوان اللي بعده هو الحمار. شو يعني حمار؟ donkey. donkey. الحيوان الثالث هو الحصان. horse. horse. والحيوان هون هو البطة. duck. duck. وهون عنا العنكبوت. spider. spider. طبعا هاي تعرفوها من سبايدر مان، هو الرجل العنكبوت، فهي سهلة ليكون حفظها. هون عنا الماعز، هي goat. goat. وهون عنا الأسد، هو ملك الغابة، ليون. ليون. هون عنا الفيل عم يضحك، إليفانت. إليفانت هو حيوان كتير ضخم. وهون عنا القرد، مونكي. مونكي. وهون عنا الأفعى، سناك. سناك. هلا بتمنى منكم مثل كل وحده تروحوا تجيبوا ورقه وقلم وتكتبون هدول كلياتهم دفتر ملاحظاتكم بخط حلو ومرتب والوان حلوه، وتحطوا ترجمتهم جنبهم مشان نحفظهم. Number two, listen, say, and number. عم يقولوا لنا قولوا قولوا ورقموا. مثلا عم بيقولوا لنا elephant، بنحط هون بنقول elephant وبنحط one. عم بيقولوا لنا two monkey، هون بنحط اثنين، وبنحط قرد، اثنين قرد، بنقول monkey. cow. dog. lion. بعد ما استمعنا ورقمنا بننتقل للسؤال أو التمرين number 3. بيقولنا listen and follow، استمع وتبع. نلاقي هون مثلا الولد شو شايل بإيده؟ أسد. شو الأسد يعني؟ ليون. ليون. وهون البنوتة الحلوة مبسوطة عم تضحك، شو شايلة بإيدها؟ شايلة بإيدها أفعى. شو هي الأفعى؟ سناك. وهون شو شايلة بإيدها؟ شايلة بإيدها قطة. شو القطة؟ كات. أخذناها هاي بالوحدة قبل. هلأ بننتقل على التمرين نمبر 4، هو هاند كرافت، أشغال يدوية. هون الأغراض اللي رح تلزمنا هي ورقة وقلم ومقص. هون أول شي فولت، رح نطوي الورقة. بعدين draw، رح نرسم الحيوان يلي بدنا إياه. مثلا هون رسمين أرنب. بعدين cut، منقصه للأرنب. نحنا مو طاويين الورقة هيك، فبصير عنا وجهين للورقة، فبنقص عنا أرنبين، وهيك بصير عنا أرنبين. وكاتبيننا I like rabbits، أنا بحب الأرانب. أنتوا فيكن ترسموا اللي بدكن إياه، فيكن ترسموا قطة، فيكن ترسموا قرد، مونكي،
فيكم ترسموا يلي انتو الحيوان اللي بتحبوه وتطووا الورقة وتقصوها فبيطلع عندكم اثنين منها. هلأ number five عملنا listen and write true or false، استمع واكتب صح او خطأ. هون كمان سمعي نكتب للترو تي للصح والفولس اف للخطأ حسب السماعي اللي يعطيكم اياه. هون بنشوف مثلا بنت مع بطة، شو قلنا البطة داك، هون الولد مع الافعى سناك، هون البنوتة مع الحصان هورس، وهون الولد مع البقرة كاو. ننتقل ل number 6 listen and follow، استمع وتبع. كمان هون نشوف عصفور وببغاء وحصان وقرد، نستمع للقصة. number 7 ما بقولنا listen and take correct، استمع واحد إشارة صح. كمان هون الحيوان الأول شو هو؟ برافو عليكم. طيب شو قلنا معناتها قرد؟ مونكي، مونكي. الحيوان نمبر 2 هو أفعى، شو قلنا الأفعى؟ سناك. الحيوان نمبر 3 هي أخذناها بالوحدة القبل كانت بيتس، الحيوانات الأليفة هي سمكة يعني فيش. ونمبر 4 هو حصان، شو هو الحصان؟ أخذناه هلأ من شوي، هو هورس. ننتقل للثمانية sing the song، غني الغنية. بنشوف هون عنا هذا مو قرد، هذا شمبانزي اسمه. شوف عنا الشمبانزي هو أضخم وأكبر من القرد. هون عنا فيل إليفانت، هون غرق الشمبانزي وقع الفيل وشغلة. هون now draw، هلأ ارسم. أو قايلين اسمه غوريلا، هن الشمبانزي والغوريلا بيشبهوا بعض بس الشمبانزي متوحش أكتر. هون بيقولوا لنا I am a gorilla، أنا غوريلا. I can jump، أنا أستطيع القفز. jump كمان أخذناها بوحدة كانت اللعب. هون I am an elephant، I can walk، أنا فيل، أنا أستطيع المشي. طيب هون هلأ منلاحظ شغلتين، هون حاطين أ وهون حاطين أن. طيب شو الفرق بيناتهم؟ الأ مرت معنا قبل هالمرة وقلنا هي للمفرد، نحط أ لما بنكون عم نحكي عن المفرد، يعني إحنا عم نحكي عن غوريلا واحد فبنحط أ. طيب وهون عم نحكي عن فيل واحد، ليش حطينا أن؟ لأن هون الإليفانت ببلش بحرف صوتي، فمشان ما يلتقى الأ الأي مع الإي اثنيناتهم أحرف صوتي نحط إن حرف حماية بتصير أن، أن إليفانت. أما هون عنا حرف ساكن ما في حرف صوتي هو جي، فبنحط أ غوريلا. أما هون أن إليفانت لأنه بصير أ إليفانت لما يصير حرفين صوتيين، فهون نرسم فيل وهون نرسم غوريلا. ننتقل لنمبر 9 listen and circle، استمع وضع دائرة then ثم act out the dialogue، مثل الحوار. هون شو منشوف؟ بنت عم تسبح. yes I can، نعم أستطيع. no I cannot، لا لا أستطيع. هل أنت بتستطيع السباحة ولا ما بتستطيع السباحة؟ وهون الولد عم يتسلق على الشجرة، كمان كاتبين لنا yes I can، نعم أنا أستطيع. no I cannot، لا أنا لا أستطيع. كمان مين بيستطيع يتسلق مين ما بيستطيع؟ بتكون هون سماعي رح تستمعوا له وتحطوا حوالين اللي انتو بتقدروا عليه. number 10 عم قلنا look and say، انظر وقل. هون شو منشوف؟ قطة. شو القطة؟ cat، cat. برافو عليكم، هاي أخذناها كمان من دروس قبل. وهون شو منشوف؟ عصفور. شو العصفور؟ bird، bird.
هون منشوف حصان. شو الحصان؟ horse. هلأ أخذنا horse. وهون قرد. شو القرد؟ monkey. monkey. برافو عليكم. هون منشوف سمكة مبسوطة قاعدة عم تسبح. fish. fish. هلأ متقل للإليفين. fill in the table. املأ الجدول. أول واحد شو عنا؟ عنا كلب. شو الكلب إلنا؟ dog. dog هو الكلب. هون عبيلنا الكلر. شو لونه؟ شو لون الكلب؟ white. أبيض. how many؟ شقد عدده؟ منشوف شقد العدد. ما عنا غير كلب واحد. العدد one. طيب ننتقل على الحيوان الثاني number two. شو عنا؟ حصان. شو الحصان؟ هلأ أخذنا horse. horse يعني حصان. شو لونه؟ اللون بني. شو البني؟ براون. شقد العدد؟ كم حصان عنا؟ one two. عنا حصانين فمنحط اثنين. هلا ننتقل للثري. شو منشوف؟ ماعز. شو الماعز؟ goat. شو لونه؟ أسود. شو معنات أسود؟ black. طيب شقد عددها؟ how many يعني كم عددها؟ واحد اثنين one two three. عددها ثلاثة. هون عم بيقولنا how many يعني شقد عددها. هون color اللون. هون animal الحيوان. هلأ بنجي للحيوان الرابع هو الأخير. شو هو؟ أفعى. شو قلنا الأفعى؟ هو سناك. شو لونه؟ أخضر. شو الأخضر؟ green. قديش عددها؟ 1 2 3 4. أربعة. هلأ هيك مكون عبينا الجدول. dog, horse, goat, snack. الألوان white, brown, black, green. ننتقل لسؤال 12. prepare animal masks and color them. عم بيقولولنا حضر أقنعة الحيوانات ولونهم. مثل هذا مثلا هون قناع لعصفور. هون هي عم ترسم قناع لأسد وتلونه. كمان هذا التمرين بالصف كتير حلو. سووا انتو ورفقاتكم. وهيك بنكون خلصنا درس الانيمالز. بنحل اسئلة الوحدة بفيديو لاحق. ان شاء الله تكونوا حفظتوا كل اسماء الحيوانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.